ودايما انت حتى كان في انترفيو قلتي انه لو انا رحت في مكان لوحدي نفس الشخص اللي تكون معايا هي أصالة. كلمينا عن صح. علاقتك بأصالة وليه بتحبيها كده؟ شوف، أصالة دخلت قلبي من زمان، من أول ما ابتديت أنا أشتغل من 10 سنين. كانت في حفلة كبيرة جدا، كان في مهرجان كبير، وطبعا هي الفنانة الكبيرة اللي أوجه لها التحية. كانت موجودة وسمعت صوتي، كنت أنا أول مرة في حياتي هقف أغني بقى على المسرح، فهي سمعت صوتي وقالت مين البنت دي؟ أنت مين يا شابة؟ زي حد ما كاتب في كان عمرك الكومنتات. قد ايه؟ كنت لسه يعني 22 23 سنة أو أقل، يعني الله أعلم، ما افتكرش الصراحة، أنا مش عايزة أفتكر، ما تفكرنيش. ده كان لسه قريب قوي على فكره. ما مش بعيد. المهم هي شافتني، قالت مين البنت دي؟ قالوا لها دي فنانة جديدة طالعة اسمها بلقيس. قالت طيب أنا بلقيس بقى تطلع معايا في برنامج صولا. فاكر كان أياميها صولا طبعا كان الجزء الأول. طبعا. طب دي جابتني في صولا واحد وصولا اتنين وصولا، كلمت، ما سابتش مؤتمر ما قالتش فيه انه بلقيس رائعه وصوتها جميل وكده. انت مش متخيل الدعم النفسي ده لما بيكون مع الفنان في بداياته، كتير هو شايفه مثلا الاعلى، بيبقى عامل ايه. فحبيتها جدا، وكانت دايما تقول لي انا بحبك عشان انت مهذبه، عشان انت بنت الاستاذ فتحي وانت مثقفه ومش عارف، انا شايفه فيكي حاجه. ف يعني ارتقت العلاقه اكثر، بقينا بنتواصل على مستوى شخصي، ولحد اللحظة بنتواصل على مستوى شخصي. والله بحس بيها لما تبقى متضايقة، وبحس بيها لما تبقى فرحانة، بحبها قوي يعني. لله، في لله unconditional.